قال فوازره في دين الله، وازروا بنفسه وبماله. ويوم من الأيام أبو بكر الصديق دخل الكعبة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقام جمع من كفار قريش قالوا من يأتي بسلى جزور بني فلان؟ بتعرفوا السلى بتاع الجزور؟ الناقة بعد ما تلد هل بيطلع منها ده؟ بعد الجنين اسمه شنو؟ نحن بنسميه السلى صح؟ هو السلى. قال لهم في ناقة ولدت، منو يجيب لنا السلى بتاعه ده ويضعه على رأس رسول الله وهو يصلي؟ فقام عقبة ابن أبي معيط عليه لعنة الله فأخذ السلى فوضعه عليه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأزاحه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فكان مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدفع ماله، وكان ذا مال، عنده مال كثير جدا يدفع ماله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد وكذا قال كل خوخة في المسجد تسد، أي ذول عنده باب اقفله، ما في ذول مسموح له يفتح باب في المسجد، قال إلا أبو بكر الصديق هو الوحيد مسموح له إنه يفتح بابه إلى المسجد. عشان كده قال فوازروا في دين الله، نصروا نصر عزيز، يعني ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم مشهد إلا مع أبو بكر الصديق. طيب